مستعجلين الشباب. نجم الكرة البحرينية السابق الحارس حمود سلطان اللي توج عام 1994 كأفضل حارس في قارة آسيا يعتبر من أكثر اللاعبين مشاركة في كؤوس الخليج، وهو محلل وزميل ومنافس لعبد العزيز ضغيطر وصاحب نكتة وأحد العلامات الفارقة في تاريخ الكرة البحرينية والخليجية. رح نبدأ بتعرف عليه أولا وعلى أبرز ذكريات وأرقام محيضة وتار، بعدين رح نتابع الجزء الأول من لقاء مراسلتنا في البحرين مريم أمسيو. لعب صنقر وحمود سلطان، حمود سلطان الحارس البحريني الطائر حمود سلطان نجم شارك في 9 دورات خليجية وهو رقم قياسي، بينها غاب مرة واحدة يوم استضافت بلاده الدورة 8 العام 86 من القرن الماضي. في مشاركته الأولى في خليج 4 العام 76 من القرن الماضي تفوق على أحمد الطيبلسي ورعد حمودي ومحمد وفا يوم أمس حارس البطولة في تلك الدورة، لقب سيحققه بعد تلك المناسبة الرياضية مرتين، علما أنه حقق مع البحرين مركز الوصافة مرتين قبل أن يعلن اعتزاله قبل 17 عاما ويتجه إلى الشاشة الفضية والتحليل. حياكم، بيتي زرتوا اليوم بيتي صدى الملاعب، بعطيكم اسراري اليوم كلها، تفضلوا. روح والقلب داعي لك من كل جماهيرك، حبنا لك ما ينوصف من كل مكان متابعينك. كابتن حمود شو اغلى كاس عندك هنا؟ والله وايد اغلى كاس، شوفي اول كاس هاي كاس الخليج احسن حارس الخليج، هذه ساعة من الملك حمد، هذه مباراة نهائية كأس الأمير وفزنا فيها على الرفاع، بيت أنا بستلم الكأس يودني مسكني ولبسني الساعة، هذه أحسن حارس في آسيا وهذه في تونس أحسن حارس في تونس، هذه لاعب الغرب حارس الغرب اختياري أنا 2002 إيه و وايد يعني بتعبك وياي. شو قصة هذا؟ هذه الله عز جوتي، هذه من لعبت كورة ما تبطل، ما ربطة ورديت لا لا لا، بس أدخل ريل ورجع أدخل ريل ورجع. كنت لابسة يعني؟ لابسة على طول لابسة. ما مثل اللاعبين يضبط لا لا لا، أنا في ربطة جي هاي ربطة ما تتغير. طول ألعب فيه ربطة. كم سنة الآن هذا؟ تقريبا 20 سنة. كل صورة شخصيات إنجازات اللعبة كل شخصيات يعني، وكذلك موقف كنا ويا ميسي. ميسي سأل المذيع وقال سجل علي، هذه حارس عندنا حارس على أيامك تسجل 10 يقدر ولا ما يقدر؟ قال لا لا ما يقدر. وهذه فاني لا تعتز فيهم صراحة، ما تعتز علي، وكنت ألعب كرة يد وهذه فاني لا أعتز فيها، هذا عزيز علي جسمي عقوب، هذه أخوي اعتزال أخوي محمد سلطان، وهذه أول هدف يصير في كأس الأمير اللاعب حسن عجلان خذيته من عنده فسخته وبدلت له، وهذه النجوم هذه 33 بطولة نادي محرك، حاليا أحسن لاعب أنا عندي لاعب الهلال الدوسري. أبو حسام لو كنت رئيس للفيفا ليوم واحد شنو أول قرار كان ممكن تأخذه؟ يوم واحد بس؟ اليوم واحد. شوف بس يوم واحد. يوم واحد ما نقدر له في يوم واحد. قرار واحد بس. والله شكله صعب، يوم واحد وصلت المنتخب البحرين كأس العالم سويت أي طريقة. والله ذكر موقف، أنا ألبس كله شورت طويل ورق على الحكم ما تلبس، سمعني لبس الشورت قصير وأول شورت طافت من تحتي
تزعج عليك. كثير بتتاح لنا فرص وبنضيعها، شنو الفرصة اللي أتيحت لك وتشوف نفسك ضيعتها وقتها؟ والله الاحتراف ضيعت وايد، دول الخليج كلهم تقريبا المفروض احترف عندهم ويالي العروض، واللي أهم شيء في مانشستر سيتي. مانشستر سيتي كان في الدرجة الثانية وطلبوني. شو أغلى كأس عندك معنا للحالة؟ والله أغلى كأس الأمير. هذا الكاس اغلى كاس. ليه؟ لان الوحيد انا اللي شربته ثلاث مرات وملك النادي، ما حد لمسه ولا كابتن في البحرين غيري، ولا راح اي نادي غير محرك. كابتن حمود، اذا كنت رئيس نادي المحرك شو كان ممكن تغير يعني عشان يرجع المحرك لوضعه الطبيعي؟ اول شيء اعتماد على اللاعبين الشباب، اعتماد على اللاعبين النادي، واسوي احتراف في الفريق، ونفس الشيء ان الغي جميع اللعبات ما عدا كره قدم. شكرا، مع تحياتي لكم مشاهدين ام بي سي، حق حبيبي مصطفى اغا. يا مصطفى يا مصطفى يا حبيبي يا مصطفى. حابين نعرف كيف بدايه يومك؟ والله اقعد الصبح الساعة 5 أروح الصلاة أصلي، وراح أسوي رياضة جري، وبعدين أجي البيت وأسوي فطور. أنا أهلي راقدين، أسوي فطور بروحي أتفطر. كيفك مع المطبخ؟ إيه تمام، طباخ والله. يلا خلينا نشوف. تفضلي. أنا أحب البيض. أوكي. أحب البيض والطماط. هي طماط، أحط الطماط، تحط الدهن. طباخ شاطر. في المطبخ العربي، الفرنسي، الصيني، الهندي، شنو أكثر مطبخ تحبه؟ العربي أكيد، تعودنا على العربي. كبسات، وكبسات تعرف كبسات؟ والله؟ إيه. هاي أكثر أكلة تحبها؟ هذه الصبح؟ إيه أحسن لي، أنا أسوي البيض أو الطماط. يكون في المقدمة. بس خلاص الحين. شوف الحين جاهز. احب ايلس عقب الريوق، اتريق واجلس هني واشرب لي كوفي او عصير، واحب اسمع. انا احب اسمع محمد عبده. اي اغنيه تحبها لمحمد عبده؟ والله احب الاماكن. الاماكن كلها مشتاقه لك. اماكن كلها مشتاقه لها. رسم فيها خيال يذكرني بشيء. والحنين اللي سرى بروحي وجالك. ليش هاي الأغنية بالذات لمحمد عبده؟ في أغاني كثير حلوة، ليش الأماكن؟ لا حلوة، ذكرني بالأماكن الحلوة. إذا تسافر وترجع تحس الأماكن الحلوة تذكرك. كل شي حولي ذكرني بشي.